بجد يا بيسو؟ هتروح تخطب البت النهارده وتقابل امها؟ ايه يا حبيبي، عقبال فرحك. عقبال فرحي تاني يا بيسو؟ تاني عاوز تدبس نفسك في موضوع الجواز ده؟ ايه يا عم، ده انت لسه ما خلصتش من داليا وبلاويها. خافش عليا يا رومي. خافش عليك؟ مش عارف، قلبي مش مطمن من الموضوع ده، وحاسس انك مدخل نفسك في زحلقه كبيره قوي. وبعدين ده موضوع موز وانت مالكش في الزحلقه يا بيسو. يا ابني ما يتزحلق الا الشاطر. وبعدين في ام الساعه اللي عملت الزحلقه دي، والله ما انا لابسها. انت رايح على فين كده؟ ليه اللي رايح على فين؟ رايح على بيتكم في المهندسين. طب وقف على جنب شويه. وقف على جنب ليه؟ وقف بس. اديني وقفت. بس لما انا مش ساكنه في المهندسين. نعم، ازاي يعني؟ ما انا على طول بوصلك المهندسين وانت مروحه. وانا كنت بعد كده بعدي مزلقان القطر واروح على الناحيه التانية. مزلقان القطر؟ الناحيه التانية فين؟ في بولاق الدكرور. ايه؟ اصل انا ساكنه في حاره صغيره هناك في ارض اللوى. ارض اللوى؟ طب ما قلتيش من الاول ليه؟ ما هو حركه عبيطه بقى بصراحه، كنت خايفه تغير رايك لما تعرف ان انا من منطقه شعبيه. ايه التخلف ده؟ يعني هتفرق معايا ايه؟ يعني ازاي تفكري كده؟ ايه يعني ساكنه في ارض اللوى ولا في ارض الجول؟ ناس كتير قوي بتفرق معاهم المواضيع دي، خصوصا الناس الهاي اللي عايشين في فيلل. ايوه بس انا مش من الناس دول. عموما انا حبيت اقولك من الاول واحنا لسه على البر، عشان الموضوع ده لو فرق معاك قوي ترجع وانت في اول السكه. انا اللي يفرق معايا في الموضوع ده حاجه واحده، انتي وبس. انما بقى ساكنه فين وبيتك شكله عامل ازاي، كل دي شكليات عبيطه ما تفرقش معايا. بجد؟ لو ده رايك فعلا يبقى يلا بينا، عشان اتاخرنا قوي على ماما. طب قولي لي بقى، اطلع على ارض سياده اللي هو منين؟ اطلع بس وانا هقول لك. العريس وصل. تعال. لا ما حدش هيلعب فيها خالص. خلي بالك. ايه ده؟ انت هتتكعب من اولها ولا ايه؟ تعالى بس. يا ميت الف اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا اهلا بيك يا طنط. والله انا سعيد جدا ان انا اتعرفت بحضرتك النهارده. ده احنا اللي زادنا الشرف يا ابني. قوم يا لبنى، قوم هات الساعه لعريسك. حاضر يا ماما. نورت البيت والحته كلها يا باشمهندس. اتفضل يا انكل. ميرسي يا رانيا. بالهنا والشفا، عن اذن حضرتك. اتفضلي. ها قولي لي بقى يا ستي، امتى هتنزلي مصر؟ اقصد يعني عشان تشوفي الفيلا اللي هتقعدي فيها انت الولاد، تفرشيها وتوضبيها. انا يا عمر ما اقدرش اسيب الزقازيق دلوقتي خالص، انا عندي امتحانات، امتحانات الولاد هنا وهناك. هناك؟ هناك فين؟ في المدرسه. الله، انت مش قلتي انك قدمتي استقالتك؟ قدمت استقاله اه، بس انا ما اعرفش قبلوها لسه ولا لا، وانا ما اقدرش انقطع عن العمل. الاهم بقى من ده ان ما اقدرش اسيب الولاد قبل المراجعه النهائيه. يعني انا اتجوز وضيع العيال؟ لا يا ستي، اضيعنا بعد الشر. شوف يا ابني، انت راجل ابن اصول، يعني بتعرف الاصول، وانا مش طالبه منك غير انك تصون بنتي وتامن لها مستقبلها. دي لبنى في عينيا يا طنط، وكل طلبات حضرتك انا هنفذها. وانا مش طالبه غير العادي واللي كل الناس بتعمله، الشقه والشبكه والمهر. اه حقك طبعا، حقك. يعني ان شاء الله بالنسبه للشبكه والدبل هنجيبهم كمان يومين. بالنسبه للشقه بقى فدي هنجيبها قبل الجواز، وهتبقى طبعا باسم لبنى. بسم الله، بسم الله عليك ما شاء الله. وهتدفع مهر كام؟ انا هدفع اللي حضرتك تقولي عليه. قدر انت بقى غلاوة لبنى عندك قد ايه؟ لبنى؟ لبنى دي اغلى حاجة عندي في الدنيا. يكون في علمك المهر ده مقام العريس وغلاوة العروسة، وانت بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسن كبير، ومقامك عالي ومقتدر وطويل، وعمرك ما هتستخسر حاجة في لبنى، صح؟ طبعا طبعا يا طنط. وانا مش طالبة غير المعقول، 250,000. ايه؟ مستكبر المبلغ ده على لبنى ولا ايه؟ لا ازاي، ده مش مستكبر، ده شويه حتى. اوكي يا طنط، نو بروبلم. ايه هو ده اللي هيبرم؟ كلنا هنبرم باذن الله. قصدي اقول لحضرتك مفيش مشكله. يبقى كده استبينا، ما فاضلش غير حاجه واحده بس، المؤخر.
والمؤخر ده ما بيدفعش نقد، ده مبلغ بيترمي في القسيمه عشان لا قدر الله بعد الشر طبعا لو حصل طلاق ما تتاذيش المسكينه تكون في امان. يا طنط انا مستحيل هطلق لبنى في اي يوم من الايام. يبقى خلاص ما انتش غرمان حاجه، بس انا بقى عايزه امن مستقبل بنتي زي ما كل الناس بيعملوا، ده عرف شرعي والحق ما يزعلش حد يا باشمهندس. طبعا طبعا يا طنط. يبقى خلاص انا كل اللي احنا طالبينه 500,000 جنيه. نو بروبلم. ما تفهمني يا ابني مين ده اللي هيبرم؟ ما قلت لحضرتك كلنا هنبرم. ماشي يبقى كده الف مبروك يا حبيبي، وربنا يا رب يهنيكم ببعض وافرح بيكم. الله يبارك فيك يا طنط. جميل. قوم يا لبنى دوب الشربات لعريسك وهات الجادوه. دوبيه كويس يا لبنى. لكن ما فهمتنيش يا ابني، انت ليه عايز تطول مده الخطوبه؟ أنا ست كبيرة وعايز أفرح ببنتي واطمن قبل ما أموت. ألف ألف بعد الشر عليك يا طنط، ما تقوليش كده. لا ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا رب. بس الفكرة يعني إن أنا مش هينفع فاتح دادي في موضوع الجواز غير لما أخلص الكلية. مين دادي؟ دادي دادي اللي هو أبويا وهيبرم معانا إن شاء الله. هيبرم معانا، ماشي يبرم. طب أقول لك إيه؟ أنا جاتني فكرة. ما تكتبوا الكتاب دلوقتي وتتهنوا وتتهشكوا تتمتعوا مع بعض، وبعد الجواز بقى قول لوالدك بعد ما تتخرج وتاخد الشهاده. والله انا يسعدني لكن يعني. لكن ايه يا حبيبي قول ما تتكسفش، احنا خلاص بقينا اهل عائله. عائله يعني، بس بخصوص يعني موضوع الشقه والمهر والفلوس يعني، فدي دادي ابويا هو اللي هيكيش هيدفع. اه طب انا جات لي فكره هتحل لكم المشكله دي وهتخليكم تتمتعوا ببعض وتعيشوا النهارده قبل بكره. فكره ايه؟ انا مش هتقل عليك بالمبلغ كله وهخليك تكتب الكتاب وما تدفعش غير بس حق الشبكه وبقيه الحاجه اللي هي الشقه والمهر والمؤخر اكتب لي بيهم ورق. ورق؟ ورق ايه؟ ورق وصلت امانه وشيكات، وبعد ما تتجوز يبقى بلغ باباك والفلوس اللي هتجيبها هتاخد بدلها ورق، وبكده تتحل المشكلة. أظن ده بقى رأي ما يخرش المية. وحياة غلاوتك عندي، أنا لولا إني واثقة فيك ومتأكدة من أخلاقك وعايزة أفرح ببنتي أنا ما كنتش فكرت في حاجة زي كده أبدا. إيه رأيك يا ابني؟ الله يبارك فيكي ويخليكي. مش قلت حريك كلنا هنبرم إن شاء الله. البنت وامها عايزين يقلبوني يلا، ده فاكرني عيل صغير داخل عليهم بشورت. قال ايه؟ مهر ربع مليون جنيه، مؤخر صداق نص مليون جنيه، شقه ربع مليون جنيه. يا نهار ابيض، ده كده الجوازه دخلت لها في مليون. مليون ايه؟ انت عبيط ولا ايه؟ ما لسه في دبل وهدايا داخل عليهم ببطيخه كده يعني. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ده انا بالمبلغ ده اتجوز شاكيره. يا رامي انت بتهزر ولا ايه؟ انت لو اتجوزت شاكيره حبيبي شاكيره يلا اديك فلوس. الغريبة بقى في الموضوع ده يا رامي ان انت لو شفت البيت وامها اللي هي المفروض حماتي والحته اللي هم ساكنين فيها تدفع بالكتير قوي 4 جنيه و40 قرش، واحتمال بعد كده تستخسر ال 40 قرش وتخصمهم. مش انت اللي عملت في نفسك كده؟ ها؟ انت اللي رحت رميت نفسك تحت رجليهم ودهولت نفسك كده، اشرب بقى، اشرب يا حلو.